ولمزيد من التحليل حول هذا الأمر ينضم إلينا من أبو ظبي نيكولاي ماليدينوف المنسق الأممي السابق لعملية السلام بالشرق الأوسط ووزير الخارجية والدفاع البلغاري السابق. سيد نيكولاي، بعد التحية، كيف ترى إمكانية يعني وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق تقدم في هذا الشأن في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، من محاولات لعرقلة كل هذه الجهود؟ سيد نيكولاي، هل تسمعني؟ Good afternoon to you. مساء الخير لكم من أبو ظبي. اسمح لي أن أقول أنه منذ البداية رأيت فرص وقف إطلاق النار في الأيام أو الأسابيع المقبلة ضئيلة جدا، وأعتقد أننا فقدنا الكثير من الفرص، ونافذة هذا الآن تغلق بسرعة شديدة. وأعتقد أنه خلال الأشهر الأخيرة مصر والولايات المتحدة وقطر فعلوا أكثر من ما هو كان متوقع، وبذلوا جهود ضخمة لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار، ولكن الآن كل شيء في أيدي الحكومة الإسرائيلية وقيادة حماس داخل غزة. إسرائيل تحتاج إلى أن تفهم أن مواصلة الوضع كما هو يزيد من المخاطر المروعة للمحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ويجعل أيضا حياة الأشخاص في غزة من المستحيل إعادة بنائها وتطويرها مرة أخرى بسبب التدمير الضخم والقتل الذي حدث حتى الآن. وهذا يجعل جهود الإقليم لدعم إعادة بناء غزة وكذلك المشروع الفلسطيني الوطني صعبا للغاية وعلى المدى الطويل. كلما طال أمد القتال في غزة كلما زادت صعوبة الوضع للجميع، والتطرف سينشأ داخل غزة والضفة الغربية، وهو ما نراه بالفعل، لأن الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية أيضا ينهضون كل يوم بشكل يومي، وسنرى التطرف في المنطقة. وأعتقد أنه إذا ما ركز الجميع على مسألة ممر فيلادلفيا، خلال السنوات الأخيرة مصر بذلت الجهود لتقوية حدودها مع غزة، وهذا جهد شهدته شخصيا عندما كنت منسق عملية السلام في الشرق الأوسط للأمم المتحدة. ثانيا، إذا ما سيطرت إسرائيل على هذا الممر، إسرائيل سيكون لها المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث في غزة، وهذا سيجعل من الصعب للغاية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمانحين الذين يودون مساعدة الفلسطينيين في غزة الذين يعملون في هذه البيئة. الجميع يفهم الحاجة إلى الأمن ووقف تسليح حماس، ولكن طريقة وقف الإرهاب الإسرائيلي تحت الظروف الحالية هو وقف إطلاق النار وتخفيض للعنف الذي نشهده في غزة والضفة الغربية، ورؤية الفلسطينيين لوجهة نظر الحل السياسي للمسألة الفلسطينية. ومن دون هذه العناصر الثلاثة لا أعتقد أن شيئا سيكون ممكنا، ومن المحتمل أن نواصل الحصول على هذه الأزمة المروعة التي كانت موجودة لوقت طويل جدا. يعني سيد نيكولاي، مع اقتراب العدوان من إنهاء عامه الأول هذا العام الذي قرب على الانتهاء من العدوان على قطاع غزة، هل ما زالت الولايات المتحدة قادرة على القيام بدورها لإنهاء هذه الحرب؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سريع ومتسارع تصل إلى حدود ما يمكنها أن تفعله في هذا الصدد، في هذا الوضع، بسبب الوضع المحلي في الولايات المتحدة والانتخابات المرتقبة. لدينا بعض الأسابيع أو حتى أقل من ذلك لافتتاح إدارة
إدارة أو افتتاح شيء يمكن للإدارة الأمريكية أن تنظر به في هذه الأزمة، وهذا ما يوجد على الطاولة الآن فيما يخص وقف إطلاق النار، وهذا حقيقي هو الجهد الأخير وآخر سبيل لإنهاء إراقة الدماء المروعة التي دامت لأكثر من سنة. فالسابع من أكتوبر كانت أزمة لإسرائيل وأثرت على الكثير من الأسر في إسرائيل، وكان هناك غضب كبير داخل إسرائيل بسبب ما قتلته حماس، ولكن الأشخاص أيضا يفهمون أنه ما حدث منذ هذا الوقت داخل غزة، تدمير العائلات وتدمير المدارس والبنية والبنى التحتية، والذي كان على نطاق واسع جدا وصعب للغاية إعادة تعافي الشعب الفلسطيني داخل غزة، والذي سيكون أصعب على المدى الطويل لأنهم سيواجهوا أو سيكون هناك جزء في غزة لا يمكن حكمه. يجب أن نفهم أنه لوقف العنف ينبغي أن تكون هناك ثلاثة عناصر: أولاً الموافقة على وقف القتال، ثانياً تزويد الأشخاص بالمساعدة لبدء حياتهم مرة أخرى، وثالثاً العملية السياسية. وما أخشاه الآن هو أن كل المناقشات تركز على إنهاء العنف وعلى الأرجح الحصول على المزيد من المساعدات لشعب غزة، ولكن هناك مناقشات تكاد تكون معدومة بشأن الأسئلة التي يحتاج الشعب الفلسطيني أن يتطرق إليها، وهي العودة إلى أجندة حل الدولتين. وطوال ما لم يرى الفلسطينيين مسار ذا مصداقية، كل ما سيحدث سيكون فقط مؤقتا وسيؤدي إلى المزيد من الأزمات في المستقبل. لذلك وقف إطلاق النار مهم، وما هو أيضا بنفس الأهمية هو إجراء محادثات ومناقشات لكيفية العودة إلى أجندة السلام وحل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. سيد نيكولاي، بالانتقال إلى الضفة الغربية حيث حرب أخرى ومحاولة لقضم الأراضي الفلسطينية، ليس من دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يفرض النظام ويمنع إسرائيل من فرض أمر واقع بتغيير ديموغرافية الوضع في الضفة الغربية؟ الكثيرون من المحللين يحذرون بأن الضفة الغربية على وشك أن تنفجر فيما يخص العنف، وأنا أعتقد أننا بالفعل قد تخطينا هذه العتبة والضفة الغربية أو بها. هناك عدد من التحديات القائمة في نفس الوقت، الأول منها هو العدد المتزايد من الحوادث بين المستوطنين الفلسطينيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ثانياً الحاجة لإسرائيل أن تجري عمليات عسكرية داخل مجتمعات اللاجئين والمناطق المسيطر عليها من قبل السلطات الفلسطينية، وثالثاً هناك أيضاً الوضع الاقتصادي السيء للغاية الذي يعيش به الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورابعاً حقيقة أننا لدينا الآن وجود متزايد لجماعات متطرفة أكثر متصلة بالأجندات المتطرفة على الجانبين في الضفة الغربية. والعنصر الخامس هو غياب الوجهة أو الرؤى السياسية. بالتأكيد دور المجتمع الدولي ليس فقط التحذير بشأن الأزمة في الضفة الغربية، ولكن أيضا فهم أنه إذا لم يتم التطرق إلى الأزمة في الضفة الغربية فسيؤدي هذا إلى مواجهة المزيد من المشكلات الخطيرة والتي تزيد عن غزة، لأن الضفة الغربية متصلة بشكل وثيق مع باقي الشرق الأوسط، والعنف في الضفة الغربية سيؤثر على كل الدول في الإقليم بشكل متسارع. وأخيرا أعتقد أننا علينا أن نركز على تقوية السلطة الفلسطينية لكي نضمن من أن هناك حكومة قوية وموثوقة
فالسلطة الفلسطينية ليس لديها أي تمويل الآن وليس لديها أي أموال لدفع الرواتب وتقديم الخدمات. نريد أن نرى تغيرات حقيقية تحدث هناك. ثانيا، إسرائيل عليها أن تتوقف عن التوغل داخل المناطق التي تسيطر عليها فلسطين، وأن تخفف العنف الذي يأتي من المستوطنين في الضفة الغربية. وثالثا، أعود إلى المسألة المهمة للغاية التي دائما تكون على رأس أولوياتي، وهي طريقة الوصول لحل الدولتين والتقدم السياسي الذي ينبغي أن يحرز لكي يتسنى الأشخاص رؤية فرصة أن يحظوا بدولة فلسطينية تعيش في أمان مع إسرائيل. هذه هي التحديات التي ينبغي أن يدركها المجتمع الدولي وأن يتصرف بناء عليها. وقد شجعني أننا رأينا وحدة مذهلة بين الدول العربية في الأشهر والسنوات الأخيرة، والذي يقول للعالم بوضوح، لإسرائيل وأمريكا وأوروبا وللجميع، أنه من دون رؤية سياسية للمستقبل لن يمكن أن يكون هناك مساعدة حقيقية، ولن يتغير أي شيء على أرض الواقع. العرب منخرطون الآن في هذه المناقشات، مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسعودية، كل هذه الدول تعمل جديا في هذه الأجندة أكثر من أي وقت مضى، ونريد أن نركز على الوضع في الضفة الغربية، وهذا مهم كما هو مهم إنهاء القتال في غزة لرؤية تخفيف لمعاناة الفلسطينيين هناك. سيد نيكولاي، من واقع وجهة نظرك لهذه الأمور، إلى أي مدى تسعى حكومة نتنياهو وسياساتها إلى تقويض أي جهود دولية أو إقليمية لإقامة الدولة الفلسطينية، وما هي يعني أساليب أو يعني كيفية مواجهة هذه السياسات؟ الحكومة الإسرائيلية قالت بوضوح أنها تريد أن تدمر حماس فيما يخص قدراتها العسكرية وقدرتها على حكم غزة، ولم تقل شيئين، وهو ما تريد أن ترى في غزة بعد حماس، ولم تقل كيف أو ما إذا كانت ما زالت تؤمن بحل دولتين لشعبين. إذا ما تم الإجابة عن هذان السؤالين، حل الدولتين بطريقة تحقق حل الدولتين وبطريقة تعيد بناء غزة وتقوي السلطة الفلسطينية، حينها يمكننا أن نحظى بنقاش حقيقي. والمشكلة في المجتمع الدولي وما رأيته خلال الأعوام الأخيرة هو أنه لا يركز على هاتان القضيتين، والكثير من الجهود أرسلت للوقف الفوري للقتال في غزة، وهذه جهود مهمة للغاية، ولكن في إطار هذه العملية المجتمع الدولي قد نسي أن حل القضية الفلسطينية ليس فقط إرسال المساعدات الاقتصادية أو الإنسانية، ولكن إنها مسألة سياسية ينبغي أن تحل. وفي هذا الصدد أود أن أرى المزيد من التركيز على طريقة قيام أوروبا والولايات المتحدة وطريقة الحديث الجامعي حول العالم عن المسألة الفلسطينية. نعم، ينبغي وقف الحرب في غزة والقتال، ورأينا جهود مذهلة من الإمارات فيما يخص توفير المساعدات الإنسانية لشعب غزة، ورأينا أيضا جهود مذهلة من مصر ومن قطر والولايات المتحدة في محاولة التفاوض للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولكن ما يحتاج الجميع إلى أن يركزوا عليه الآن هو أيضا العودة إلى أجندة سياسية، لأن إسرائيل عليها أن تفهم، وهناك الكثيرين في إسرائيل مما أيضا يؤمنون بهذا الأمر، أنه من دون فصل الإسرائيليين والفلسطينيين في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، لن يكون هناك استدامة لهذا البرنامج أو عملية السلام. نعم سيد نيكولاي. نعم، على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من أبو ظبي السيد نيكولاي مالدينوف، المنسق الأممي السابق لعملية السلام بالشرق الأوسط ووزير الخارجية والدفاع البلغاري السابق. شكرا لك.